السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا كذا خبر راح نسولف عنه. أول شيء هو بخصوص طبعا اللي هو فريق بليزرد، نعرف هم نفسهم الفريق اللي قدموا لنا ألعاب واو طول السنوات اللي راحت. أنا بشكل رسمي إن مشروع لعبة تايتن تم الغاء بالكامل. هذا المشروع كان المفروض تكون لعبة جماعية نشوفها، ما ندري متى هم شغالين عليها، من 7 سنوات تقريبا، والحين الغاء بشكل كامل. وهذا مو أول مشروع يلغونه بليزرد. بصراحة كنت مرة متحمس إن المشروع بالذات إن اسمه رهيب. طيب لكن الحين ما نعرف صار يعني على هذا الشيء، يقولوا إنه وصل مرحلة خلاص ما عاد يقدرون يكملون، أحسن إنه يلغون المشروع بشكل كامل. بليزرد ما عندهم أي مشكلة أكيد، لأنهم إلى الآن جالسين يدخلون فلوس من واو، ف خلنا نكسرون يسوون شيء جديد. بلاد بارن، عشان عادل ما يسوي سالفة، اللعبة المقدمة من فريق فروم سوفت وير. وش صار؟ الحين حنعرف انهم قالوا ان اللعبة ممكن مو هذيك الصعوبة يعني مقارنة بدارك سولز وكذا، لكن صارت في ارقام مثيرة للاهتمام في باكس وفي تي جي اس. فوش يقول لك؟ يقول لك ان في معرض باكس فقط 20 شخص من اصل كم؟ 3500 واحد هم اللي قدروا يخلصون الديمو. طيب ويقول لك كمان وين؟ يقول لك في تي جي اس 40 من اصل 1250 هم اللي قدروا يخلصون الديمو. فيبدو ان الديمو ابدا مو سهل، اللعبه كلها مو بسهل بالشكل احنا كنا نتوقع. عموما راح نشوف اللعبه باذن الله تعالى في 2015 بشكل حصري على جهاز بلاي ستيشن 4. كثيرين متحمسين لعوده جيرز اوف 4. نعرف ان مايكروسوفت الحين شروا عنوان بشكل كامل من ايبك جيمز، وكمان خذوا رود فيركسون اللي كان اول يساعد كليفي بي في اللعبه هذه، صار هو بشكل رسمي مشرف عليها. ويبدو ان هذا مو كفايه، لان الاستوديو هذا الجديد اللي هو بلاك تاسك ستوديو بدا يضم ناس قديمين من ايبك جيمز عشان يشتغلون على اللي هي جيرز اوف وار جديده. يعني في عندنا هنا مثلا جوناثان تايلر اللي هو كان عباره عن واحد من المنتجين السابقين في لعبه كذا، فيبدا راح نشوف جيرز اوف وار بشكل يعني ما راح تترك اسلوبها القديم وهذا الشيء وكذا. حتى كان كليفي بي قد قال ان بما انها مع فيركسون فتوقع ان اللعبه راح تكون بخير. لورد اوف ذا فالن واحده من اكثر العاب الار بي جي المنتظره. ليش؟ لانه تقدم فكره حلوه انه العالم خلاص تقريبا شبه مدمر وما عارف ايش، في اشياء كذا في القصه، اشياء ما زينه يعني في القصه. لكن عموما هم كمان كانوا يقولون ايش، ان اللعبه هاي تقريبا نوع الالعاب اللي ما ينتهي، مهمات ورا بعض، مهمات مهمات مهمات، وان مشروع ضدا جدا ضخم وكذا. فالحين نزل تريلر، مو تريلر، فيديو يوريك تقريبا اول بدايه اللعبه كذا، حاجه تقريبا 20 دقيقه او شيء زي كذا. فاتفرج الفيديو واعطونا رايكم فيها. طبعا ما يعتبر حرق ان هذه بدايه اللعبه، فكذا هذه لعبه من الالعاب اللي احنا جدا منتظرينها وتفرجوا. اتوقع كثير منكم شافوا فيديو تجربتنا البي تي، فاحنا في لعبه من كابكوم من كونامي عفوا، وان كوجيما هو اللي شغال عليها واشياء زي كذا. فالفكره وشو؟ انه في اخر فيديو تقريبا شفناه الميتا جير سوليد 5 فانتوم بين، ما ادري مو اخر واحد، في 30 فيديو طلع. المهم الزبده انه في واحد من الفيديوهات طلع لك ان سنيك يقدر يطلع الشبحه او الوحشه او الجنيه اللي موجوده في اللعبه فمتى جير، تقدر تستخدمها كنوع من انواع الاسلحه كذا، فتشوف الجنود مستغربين شوي منها وكذا. ف سانست اوفر درايف اللي تعتبر واحده من اكبر حصريات الاكس بوكس 1 هذه السنه بتنزل باذن الله تعالى في 28 اكتوبر، نزل لها فيديو لايف اكشن كذا مدة 4 دقائق تقريبا، يعني في عده اشياء كذا عشان تحمسكم للعبه وهذا الشيء. فاحنا شخصيا من اكثر الالعاب متحمسين، تحسها كانها انفيمس الاكس بوكس بس جاي على استهبال شوي، فشيكوا الفيديو واعطونا رايكم فيها. يعطيكم العافيه على المتابعه، ان شاء الله يكون كفينا ووفينا كذا، اعطيناكم خبر حليو. وكان معاكم احمد بن محفوظ وعادل البجنيد خلف الكاميرا قاعد يهاوشني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. بلاد بورن اللعبه مقدمه من فريق فروم بلاد بورن. مش قلت بلاد بورن؟ بلاد بورن. بلاد بورن اللعبه المقدمه من فريق فروم وشو انت قلت بورن توك بورن بلاد بورن اللعبه المقدمه من فريق فروم سوفت وير راح يقدم طيب ما قلت شيء داري بس خلاص مخي تبرمج